ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون ريفيو عن كريم جارنيه بتاع فيتامين سي. ده المفروض ان هو كريم للتفتيح يعني، والريفيو بتاعي النهارده مش هيكون بناء عن تجربتي الشخصيه بس، لانه انا سألت دكاتره صيادله كتير جدا عن مكونات الكريم ده وعن محتوياته وعن ايه الايفكت اللي المفروض ان احنا نشوفه منه بناء عن تركيزات المواد الفعاله اللي فيه. فانا هحاول النهارده ان شاء الله ان انا ابسط لكم الموضوع شويه واقول لكم ايه هي المواد الفعاله الموجوده فيه، والمواد دي بتعمل ايه، والتركيزات بتاعتها دي بتخلينا ايه النتيجه اللي احنا نشوفها، والحالات اللي المفروض ان هي تستخدمه فيه. فلو انتم مهتمين بالموضوع كملوا معايا الفيديو للاخر. الكريم ده المفروض ان هو بيعمل اربع حاجات. اول حاجه ان هو بيفتح البشره، تاني حاجه ان هو بيعمل تقشير بسيط للبشره فبيزيل علامات الكلف والنمش، تالت حاجه ان هو بيعمل نضاره للبشره بناء عن فيتامينز موجوده فيه، رابع حاجه ان هو فيه نسبه SPF او عامل حمايه من الشمس. كل حاجه من الاربع حاجات دول ليها ماده فعاله موجوده جواها، هنتكلم عن تركيزها بالتفصيل. اول ماده فعاله موجوده في الكريم هي فيتامين B3، وفيتامين B3 ده هو دوره تكسير المواد المسؤوله عن توصيل صبغ الميلانين لسطح البشره. صبغ الميلانين ده المسؤول عن اسمرار البشره، او يعني درجه مدى درجه اسمرار البشره، بمعنى ان الناس اللي هي بشرتها اغمى او سمراء اكتر ده بيكون عندهم صبغ الميلانين اكتر، فبالتالي وجود فيتامين B3 في البشره ده بيؤدي الى تكسير الماده اللي بتوصل الصبغ لسطح البشره، فبالتالي تقلل من وصوله لسطح البشره، فبالتالي تساعد على تفتيح البشره. ولكن طبيا نسبه فيتامين B3 المفروض تكون موجوده داخل كريم التفتيح على عشان تمنع وصول الصبغ للبشره تكون من 5 لـ 10%، ولكن نسبه الفيتامين B3 في الكريم ده لا تتخطى من 3 لـ 5%، وطبعا دي نسبه قليله جدا لكونه يساعد على تفتيح البشره او على تكسير المواد المسؤوله عن توصيل الصبغ لسطح البشره، فبالتالي مش هتحسي قوي بفرق في التفتيح لانه نسبه الفيتامين قليله جدا جدا فيه. علشان كده انا برضو لما عملت لكم ريفيو عن الغسول بتاعه اللي من نفس المجموعه كان برضو تركيز فيتامين B3 مقارب لنفس تركيز الكريم، فعلشان كده قلت لكم ان هو تفتيحه ما كانش اعظم حاجه، هو مش بتحسي ان هو غير فيكي ولا عمل حاجه، هو بس عمل سنه نضاره بسيطه لان هو مفعوله ضعيف جدا جدا جدا. تاني ماده فعاله موجوده في الكريم هي الستريك اسيد او احماض الفواكه المقشره، ودي بتكون مواد مقشره للجلد بتعمل تقشير بسيط للطبقه السطحيه للجلد او الطبقه الخارجيه للجلد، علشان لو فيها علامات غمقان او اسمرار او كلف من الشمس تبدا ان هي تتقشر فتبدا البشره لونها يفتح. ولكن برده نسبه الاحماض بتاع الفواكه المقشره دي نسبه ضعيفه جدا جدا، فبالتالي ما بتساهمش اصلا في تقشير البشره، فما بتحسيش باي تغير في لون بشرتك. بالنسبه لنضاره البشره هو في فيتامين اي وسي، دي فيتامينز مسؤوله عن نضاره البشره، هما بنسبه تعتبر متوسطه، مش هنقدر نقول برده ان هي كويسه او ان هي نسبه عظيمه قوي، بس هي نسبه متوسطه لكونه كريم تفتيح في الفئه السعريه اللي هي اقل من ال 30 جنيه، لان سعر الكريم ده تقريبا 27 جنيه، فتركيز الفيتامينز الموجوده جواه تكاد تكون كويسه. اخر ماده فعاله مهمه بالنسبه لنا هي التيتانيوم ديوكسيد، ودي ماده مسؤوله عن حمايه البشره من اشعه الشمس، ولكن برده نسبتها في الكريم لا تتعدى ال 20%، ودي نسبه اصلا تخليكي لو نزلتي والصبح وانت حطاه على وشك ده تتحرقي، يعني الشمس تتشد عليكي اكتر من ان هو يحمي بشرتك من اشعه الشمس. فعلشان كده هو فاشل جدا في موضوع حمايه البشره من اشعه الشمس او كونه يعني سان بلوك، علشان كده انا ما انصحش خالص ان احنا نستخدمه بالنهار واحنا نازلين الصبح، لان هو هيشد عليكي الشمس وهيلهب بشرتك جدا، ودي حاجه هتكون مش مستحبه ابدا. فالتوتال بتاع الموضوع ان الكريم ده ممكن انا اديله اقيمه مثلا من اديله 7/10 لكونه كريم تفتيح، لان هو مش عظيم قوي وفي نفس الوقت مش وحش، يعني هو نقدر نستخدمه كل يوم بالليل مع روتين تفتيح متكامل، ممكن مع الغسول بتاعه، ممكن مع مقشرات للبشره، ممكن يعني نعمل روتين كامل يكون روتين تفتيح، ساعتها هتحسي بفرق بسيط في نضاره البشره او في توحيد لون البشره، ولكن مش العظيم، يعني مش ناس عندها مشاكل مثلا كلف حملة او مشاكل جبارة في بشرتها وتستخدمه او تعتمد عليه مش هيكون افكتيف معاهم في الوضع ده. لكن لو ناس مثلا نزلت شمس يومين ثلاثة ورا بعض من غير سامبلوك فحست ان بشرتها اسمرت سنة، نزلت مثلا مصيف فحست ان لونها غير سنة، فعايزه بس كده روتين يساعدها في ان هي ترجع للونها الطبيعي، في الحاله دي هتكون مجموعه جارنيه عامه الفيتامين سي دي هتكون افكتيف وفعاله معاهم، وهتديهم يعني نتيجه كويسه مقارنه بسعرها. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، حاولت ان انا ابسط لكم المعلومات الطبيه دي بشكل بسيط، يا رب تكون وصلت لكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، كمان تنزلوا على الكومنتس اكتبوا لي اي تقييم ليكم او سؤال، هرد على كل الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.